فيلم اليوم هو فيلم درامي عائلي بامتياز، يمكن لك تفرج له مع العائلة وانت مرتاح. الفيلم ديالنا كيبدأ في واحد البلاصة في جبال الألب السويسرية في 1960. كيكون واحد الصياد هو والكلب ديالو كيحاولوا يصيدوا واحد النسر، ولكن ما كينجحوش حيت النسر هرب ومشى صيد فريسة وداها للعش ديالو فين عنده جوج فراخ صغار يلا خرجوا من البيضة وسميتهم قابيل وهابيل، وغادي نعرفوا السمية منين جات من بعد. إذن يلا نكملوا. النسر كيشوف نسر تاني دخل المنطقة ديالو فكيمشي يواجهه باش يخرجوا منها، ولكن في المواجهة كيطيحوا ويموتوا بجوج. النسر ديالنا خلى الفروخة ديالو هما والأم ديالهم، إذن كي غادي يقدروا يعيشوا يكبروا ويواجهوا الطبيعة؟ منين كتفقد الأم الأمل أن الأب غادي يرجع كتمشي تصيد باش تجيب لولادها الأكل ديالهم. تما الفروخة قابيل وهابيل كيبداو يدابزوا بيناتهم مين كيبدا يبان ليهم شوية ديال الريش، فقابيل كيدفع هابيل من العش وكيطيح حيت العش كاين فوق واحد الجبل وهو جبل عالي بزاف، ولكن عنده الزهر كيهبط على الشجر ومنين وصل الأرض جاء على الربيع، أي تكتب له عمر جديد. وتحنا ما بغيناش نساليو الفيلم دابا، مو كتسمعوا منين رجعت من الصيد ولكن كتفضل تعاون خوه اللي مازال في العش على أنها تعاونه هو، وباش يبقى بوحده صعيب بزاف، غادي يرجع فريسة سهلة للحيوانات حيت مازال ما عرفش يطير. وهذا الشيء اللي كيوقع حيت كيهجم عليه واحد الثعلب وكيكون شجاع وكيواجه. وفي النهار الثاني كيهجم عليه الكلب سكوت، وهو كلب داك الصياد اللي كان باغي يقتل باه وكان قريب يقتله، وكيعيط عليه لوكاس اللي هو ولد الصياد وكيشوفو عجبو بزاف وقال ربما طاح من العش ديالو من فوق الجبل وكيبقى فيه يخليه في الغابه بوحده. فداروا في الجاكيت ديالو وداه للدار ديالهم القديمه اللي مخربه، وصنع له من المخده عش يسكن فيه، وسرق من باه الماكله وجابها وبدا ياكلو واعتبره الصديق الوحيد ديالو، وهادشي كامل بلا ما يعرف باه. وفرح دينزر اللي هو حارس الغابه وصاحب الأب لوكاس، منين شاف لوكاس فرحان وكاينه شي حاجه كتشغلو من بعد ما كان مكتئب من مورا الموت ديال مو، وبدا يعاونو ويجيب له الماكله للنسر الصغير وقال له انه خاصو الشمس باش الريش ديالو يكبر. وفي واحد النهار كينسى لوكاس الباب ديال البلاصه فين مربيين دجاج مفتوح منين كان كيشطب ليهم، وهادشي خلى الثعالب يدخلوا ويقتلوا شحال من دجاجه. وجا كيلر اللي هو الأب ديال لوكاس وحاول ينقذ شي حاجه لكنه وصل معطل، فبقى كيقلب على لوكاس وما لقاش حيت كان لوكاس دا وحده من ديك الدجاجات اللي مات ومشى يوكلها للنسر الصغير، لكن كيلقى الثعالب دخلوا للدار باش ياكلوا حتى النسر، والحمد لله وصل في الوقت المناسب وكينقذ صاحبو النسر. وفي نفس النهار وهو كيشوف الصوره ديال مو وكيفتح واحد الكتاب وكيجي مع القصه ديال قابيل اللي قتل خوه هابيل ودا بلاصتو، ومن ديك الساعه سمى النسر هابيل، خصوصا منين شاف خوه قابيل كيكبر في نفس الجبل اللي طاح منه ومو اللي كتوكلو. اما هابيل كان بعيد على العائله ديالو، كيحاول لوكاس يعلمو يطير منين شاف الريش ديالو كبر وبدا يتلون، لكن دينزر قال له مازال شوية على ما يبدا يطير، وخاصك تبدا تطمعه وتحط له الماكلة في شي بلاصة بعيدة وتخليه يطير ويشدها. وقال له رباك وافق تدوز الصيف معايا. وفي نفس ذاك الوقت كتعلم أم النسر خوه يطير وكترمي له الماكلة بعيد باش يزعم ويطير لها، ومن بعد بزاف ديال المحاولات طار وشدها. وهذا الشيء اللي كيحفز لوكاس باش يعلم هابيل يطير بأي طريقة، كيربط العش اللي فيه هابيل بالحبل وعلاه الفوق، وربط طرف ديال اللحم بالصنارة باش يطير وياكله، لكنه ما فهموش وما طارش. ومن بعد بزاف ديال المحاولات كيشدوه ويرميه من فوق الدار وكيطير هابيل، وهذا الشيء كيفرح لوكاس بزاف حيث اخيرا نجح في شي حاجه. وكيفيق لوكاس من النعاس وما لقاش هابيل حداه وبدا كيعيط عليه بالجد، ومن بعد شويه رجع له، ومنين كيقرب منه طار بعيد عليه حيت صافي تعلم يطير، والغريزه ديال النسر كتخليه ديما طاير ويقلب على الماكله ديالو ويصيدها براسه. ومن هنا كتبدا الرحله دهابيل، وكيحاول في الاول يصيد مجموعه ديال السناجب الصغيره وما نجحش يشدهم، ومن بعد حاول يصيد الضبي. وكيفاش كتجيه الفكره باش يصيد الضبي واخا هو اكبر منه بزاف الحجم؟ وحاول بزاف وكيشد ضبي صغير وجرو باش يطيحو على الحجره ويموت، لكنه ما نجحش، وهذه المحاوله كان يمكن يموت فيها حيت الام ديال الضبي كانت تابعه وباغا تضربو بالكرون ديالها وتقتلو. البعد ديال هابيل على لوكاس خلى حزين بزاف وخايف عليه، لانه الاخطار في الغابه كثيره بزاف، اولهم زويجه ديال باه اللي ما كتفرقوش والطير اللي شافو كيتيري فيه، والثاني هو النسر قابيل اللي كبر وتعلم يصيد بوحده. ومن بعد ما كيدوز النهار الاول والثاني والثالث رجع هابيل لصاحبو لوكاس اللي فرح منين شافو لانه كان فاقد الامل يرجع، وكيعلم البلاصه اللي تلاقاه فيها وبدا يعلمو يصيد لانه رجع جيعان. وكيجي دانزر وعاون لوكاس باش يعلم هابيل يصيد، وجابوا فريسه وربطوها بحبل وحركوها باش تبان انها مازال عايشه، ومنين كيقرب عليها هابيل كيجرها لوكاس بالجد باش يتعلم يشدها مزيان كيف ما كيدير النسر الحقيقي مع الفريسه اللي كيشدها. ومن بعد بزاف ديال المحاولات كيبان الذكاء ديال هابيل وكينجح يشد الفريسه الاولى ديالو، وقرب يتسالى الصيف وقال دانزر لوكاس قريب خاصك ترجع لباك حيت اتفقت
معاه تبقى معايا غير الصيف، وقال له خاصك قبل ما تمشي تطلق النسر في الغابة. فما بغاش في الأول، لكن قنعو دانزر وكيقول له إلا ما طلقتيش ما غاديش يبقى يطير وما غاديش يعيش حياته بحرية. فقرر يديه الجبل بعيد باش يبعدوا على خوه قابيل ويطلقوا. وقبل ما يطلقوا كيدير له واحد الخاتم في رجله وتمنى يشوفه مرة أخرى. وبدأ فصل الشتاء ورجع له كاس الباه، وكتكون الغابة مغطية بالثلج، وكيبدا يحيد النشابي أو الفيخاخ اللي كيديروهم الصيادة باش ينقذ الحيوانات كيف ما نقذ هابيل. النسر هابيل غير كيشوف الثعلب بحال اللي هجم عليه منين كان صغير كيشدو ويغرقو في الواد باش ينتقم منه. لوكاس كيكون موحش هابيل ومشى للبلاصة اللي رجع عنده فيها المرة الأولى، وكيحط له شوية د اللحم وبقى كيتسنى تما حتى داه النعاس. وكان الثلج كيطيح ومنين فاق كيشوف واحد الديب كيقرب منه وباغي يفترسو، وبعيد عليه كيلقى دانزر آثار ديال الرجلين صغار وحدها آثار ديال الديب. ومن بعد شوية سمع الصوت ديال لوكاس كيغوت، حيت منين كان هارب من الديب حصل فخ دايرو واحد الصياد والديب كان قريب يهجم عليه، لكن دانزر كيتيري واحد القرطاسة في السماء وكيجي وكينقدو ويحيد له الفخ من رجلو وعنقو لوكاس. وهابيل رجع للواد اللي خلاق فيه ولقى خوه وغادي يبغي ينتقم منه، حيت لاحو من العش منين كانوا صغير ومور باتو هو. وهابيل عاش وكبر وتعلم بلا أم. واحد نهار قابيل شد واحد الغزالة وكيطير بيها ويطيحها، وكان هابيل حاضيه فهجم عليه فاشتبكوا بجوج، لكن شوية تصالحوا وكلاو بجوج وشافهم دانزر عايشين بجوج بلا مشاكل كيف ما كان متوقع. لوكاس قرر يمشي يقلب على هابيل وجمع الساك، لكن قبل ما يخرج من الباب ديال الكوخ القبه واقف وهو ساخط عليه. وفكروا في ديك النهار اللي وقع المشكل وشعل لوكاس العافيه في الدار وحاولت مو تنقدو وما قدراتش وجاب باه ونقدو. وفاش حاول ينقد مو طاحت الدار وكان لوكاس هو السبب باش مات سمو. وفاش لوكاس فكر هذا الشيء بكى وسمح في الساك وخرج هارب وبعد على الدار. ومن بعد ما خرج لوكاس كيسمع باه الصوت ديال البرق وكيعرف انها جايه عاصفه كبيره، وخرج يقلب على ولده حيت عزيز عليه. واخا كان البرق والشتا لوكاس كيمشي يقلب على هابيل وكيشوفو في العش هو وخوه وبدا يعيط عليه. وشويه وهو الحجر بدا يطيح من الجبل وكيقتل واحد من النسورة، وتخبع لوكاس وما تقاش، لكن شويه كيضربو البرق فسخف وجن سرب قحداه حتى قرب يوصل باه وكيحل عينو لوكاس وعنق باه. وكتكون هذه بدايه الصلح بيناتهم وكدو سنين طويله. واحد النهار كانوا كيجمعوا الحطب وراجعين، لوكاس حس ان هابيل قريب فجبد القفاز ودارو في يدو. باه قال له خاصك تثيق ان النسر مات في العاصفه شحال هذه، وشاف باه النسر وقال لوكاس مد يديك، وكيتفاجئ ان هابيل رجع من بعد غياب طويل. وفرح لوكاس وشافو قاس الريش ديالو، وفي التالي حيد ليه الخاتم من رجلو وطلقو وقال له راك حر 100%. وكمل لوكاس وباه الطريق ديالهم وكيرجع هابيل للعائله ديالو. وهنا الفيلم ديالنا كيكون سالا. نتمنى يكون عجبكم هذا النوع من الافلام.